السلام عليكم، نتمنى ان الفيديو اليوم يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم غنقدم لكم طاجين بالشيفلون وبطاطا بلا لحم. لهذه الوصفه كنحتاجو صلصه طماطم، تحميره، شويه الحار، بودر، ملحه، خرقوم، زنجبير، قزبر يابس. كنحتاجو كذلك البطاطا اللي قليناها وقطعناها على شكل دائري، الشيفلون، صبور ومعدنوس مقطعين، ثومه محكوكه، مطيشه محكوكه، بصله محكوكه ومطيشه مقطعه على شكل دوائر، والزيت البلديه. كنبداو على بركه الله. كناخذوا الاناء اللي فيه صلصه الطماطم، كنضيفوا ليه العطريه، من بعد كنضيف القزبر ومعدنوس، الثومه اللي حكينا ومطيشه محكوكه. كنضيف شويه ديال الزيت البلديه، وكنضيف نص كاس ديال الماء. كنخلطوا العناصر مزيان. لقيت بانه خاصنا شويه الماء، كملت النصف الاخر. اذا هاد الوصفه درت فيها كاس ديال الماء. من بعد خديت بطاطا درتها في ديك لاصوص، وكنضيف كناخذ كذلك الشيفلور، كندوزو في هاد الشرموله، وكندوز دابا المرحله الثانيه. كناخذ الطاوه ديالي كنسخنها وكندير لها شويه ديال الزيت، من بعد كنرمي ليها البصله وكنبدا نحركها حتى تهبط ليا. من بعد كنضيف شويه من الشرموله اللي وجدنا، وكنبقى نحرك حتى تقلى مزيان البصله. نسدو على الطاوه. من بعد ما تقلات البصله كنبداو نستفو الخضره ديالنا. كناخذ البطاطا كنحطوها على هذا الشكل، كنديروا تقريبا 3 ولا 4 ديال الدوائر، من تنزيد بيناتهم مطيشه، وكنستف حتى كنكمل البطاطا ومطيشه ديالي. من بعد ما استفنا البطاطا ومطيشه كنديروا دابا الشيفلور من الفوق. كنستمر حتى كنكملوا الكميه كامله اللي عندنا، ومن بعد كنضيفوا باقي ديال الصلصه اللي بقى عندنا على هذا الشكل، وكنزيدوا ليه من الفوق شويه ديال الزيت البلديه. كنديروا كذلك الزيتون اللي مصاوب في الدار. دابا نتقاسم معكم الطريقه ديال الزيتون اللي كنستعملوها. كما قلت لكم كنضيفوا الزيت البلديه. صافي، الطاجين ديالنا هو كملنا التوجد ديالو، كنسدو ليه وكنخلوه يطيب. هذا هو الشكل النهائي للطبق. كنتمنى انكم تجربوه، كيجي لذيذ بزاف. ما تنساوش الى عجبكم محتوى القناه تشتركوا وتفعلوا الجرس.